بنرحب بحضراتكم مرة تانية، لسه متواصلين معاكم في البيت الكبير في الفقرة الأخيرة اللي بيشرفنا فيها النهاردة نجم كبير في النادي الأهلي الكابتن رمضان السيد، وحديث مهم ومتواصل عن مباراة الأهلي والوداد ذهابا والنهاردة البطولة وإيابا. طبعا النهاردة البطولة بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. معنا واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية علشان يحدثنا بالتفصيل عن اللي جاي واللي فات والاستفادة من اللي فات وازاي نعول عليه حتى في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله. برحب بيك يا كابتن رمضان. ربنا يخليك يا سام، نورنا. ربنا يبارك فيك، الله يخليك. منورنا يا كابتن، ربنا يخليك يعني في البيت الله. في بيتك، في البيت الكبير، وطبعا قامه كبيره جدا على مستوى اللعب، اسطوره في اللعب، وكمان على المستوى الفني كمدير فني كبير. ربنا يخليك يعني. واكيد حضرتك تابعت مباراه الوداد والاهلي بعين مختلفه شويه، يعني خلينا يعني نبص بعين مختلفه شويه، عين المدير الفني وتقييمك للمباراة على المستوى الفني اللي ظهر به النادي الأهلي. هو طبعا الحقيقة يعني في البداية طبعا لازم طبعا كلنا فرحانين وكلنا سعداء بالنتيجة، ونتيجة كبيرة قوي، ونتيجة احنا يمكن لما كسبناه قبل كده كنا بنكسبه 1-0 وصعوبة يعني، لكن احنا عملنا النتيجة كويسة وعملنا أداء كويس. لكن يمكن هنا أنا عاوز أروح في منطقة اللي احنا كل املنا وكل امل جمهور النادي الاهلي ان احنا نحصد البطوله التاسعه ان شاء الله. طبعا فبالتالي عاوزين نروح يعني احنا عندنا الحمد لله كان في ايجابيات كتيره جدا، يعني انت بتلعب في ملعب الوداد وبتضغط من فوق واولا انت عندك بقى عندك شكل في الاستحواذ واستحواذ ايجابي وحاجات كتيره كويسه الحقيقه. لكن يمكن احنا برضك عندنا شويه حاجات لازم نخلي بالنا منهم، اذا كان المباراه الثانيه، المباراه اللي هتلعب في القاهره ومباراه الوداد او الامل الكبير الفاينل. الامل الكبير اللي هو الفاينل اللي احنا طبعا حاطين امال كبيره جدا عليه، يعني الحته الدفاعيه برضو احنا عندنا في مشكله هنا. انا يمكن هتلاقيني مثلا عكس الناس كلها، طبعا انا في اشاده كبيره جدا وفي حاجه جميله جدا اتعملت وكل حاجه، لكن احنا عندنا 15 دقيقة أو 17 دقيقة كنا بنتضرب في المساحة اللي ما بين ياسر إبراهيم واللي ما بين محمد هاني. المساحة دي لازم تتقفل، ما ينفعش أنا بلعب مباراة تبقى مثلا مباراة بلعب مباراة في النهائي أفريقيا وتبقى المساحة دي موجودة ونتضرب منها مثلا في كرات كتير لسرعة. ده أول تقريبا 14 دقيقة أو 15 دقيقة من بداية المباراة يعني. بالظبط يا هاني، المنطقة دي لو هم كانوا استغلوها صح كان ممكن يسجلوا، يبدأوا هم بالتسجيل. طبعا احنا الحمد لله وفقنا ان احنا طبعا بالضغطة بتاعت في أول أربع دقايق في أول أربع دقايق الضغطة بتاعت قفشة الحقيقة. ويمكن أنا في صورة الحقيقة أو جت على موسيماني وقفشة وهو بيحضنه بشكل كبير جدا. أنا الحضن ده يعني مش حضن عادي، الحضن ده أكيد كان في تعليمات ان قفشه واخدها ان هو هيضغط ونفذها قفشه. فهو قفشه فرحان ورايح له، وهو نفسه بقى بياخده كابنه فرحان ان هو نفذ له اللي هو عايزه. يمكن الصوره دي ده حقيقي، ويمكن وجود قفشه في المنطقه دي بالذات، واحنا عارفين يعني بكرر الكلام مع كل الضيوف، لان قفشه في المنطقه ديت في التوقيت ده دي تعليمات مدير فني بالزبط. يعني الضغط من قدام بشكل مباشر، لان انت حتى في كل المباريات اللي فاتت يعني قفشه ما بيروحش يضغط هنا خالص، بيستني تحت. صح، بيستنى تحت وبيخش على المجموعه بتاعت وسط الملعب والحاجات دي كلها. مظبوط، فعشان كده كان في الحضن دوت. لكن انا بقول ان احنا فعلا لازم نعالج الحته دي، لان دي لو اتقفلت اعتقد ان هم عندهم حداد سريع جدا، وعندهم الراجل الثاني اللي بيلعب ناحيه اليمين برضه عنده سرعه كبيره جدا، واحنا مش عاوزين نديهم المساحات ان دولت يخترقونا في المباراه. ده برضك من الحاجات المهمه. فزي ما بنتكلم على ايجابيات والاجابات، لا طبعا دي الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها زي ما حضرتك. بس محمد هاني برضو يعني انا معاك ان يمكن في اول 10 دقائق كان اختراق شويه، لكن عمل انا في رايي عمل كمان بعديها يعني واقف على رجله بشكل كويس، عمل اداء يعني اداء كويس بالنسبه لمحمد هاني في المباراه اجماليا يعني. انا بتكلم برضك يا هاني، انا بقول ان محمد هاني مستقبل النادي الاهلي ومستقبل
حتى منتخب مصر طبعا، لان عنده امكانيات تقدر توديه في حته بعيده قوي. لكن انا برضك بتكلم في حاجه، انا لازم دايما وانا شغال وانا بلعب لازم اصلح الاخطاء بتاعتي. مزبوط. انا ما يبقاش مثلا في حته التغطيه العكسيه مثلا ما بفكرش فيها بشكل كبير، لا ده انا لازم اتمرن عليها ولازم اشتغل عليها ولازم انفذها. ده عشان يعني احنا بنيجي نتكلم مثلا على رونالدو وبنتكلم على ازاي بيشتغل على نفسه لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي بيشتغل على نفسه. صحيح. في لعيبه كتيره جدا بتعرف تشتغل على نفسها. فالنهارده في الاحتراف يا هاني انا مش شرط كمان ان انا المدير الفني يجي يقول لي مثلا انا هصلح لك مثلا مش لا ماشي، ده بيصلح في وسط وحده التدريب، لكن ده انا ممكن كمان اشتغل على نفسي الاخطاء اللي عندي اتخلص منها. المباراة طبعا زي ما احنا قلنا كان فيها الاستحواذ، وفي حاجات سلبية تانية غير النقطة دي حضرتك يعني شفتها؟ يعني دي أكتر حاجة الحقيقة، يعني دي أكتر حاجة كانت واضحة. وكان فيها زي ما قلت لك يعني الحمد يعني ربنا الحمد لله ستر إن ما جاش جول في الوقت دوت من الحتة دي. طبعا احنا رجوع الشناوي طبعا يعني مكسب كبير جدا 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 في المباراة الحقيقة. والشناوي دلوقتي خلاص مصنف ان هو احسن حراس افريقيا طبعا. صحيح. طبعا. في قفشه المباراه دي يمكن من افضل مبارياته مثلا من 15 مباراه. قفشه المباراه ديت اولا عامل لك استحواذ بشكل هايل وورا كل كوره، وفي نفس الوقت بيعمل حته صناعه اللعب بيعملها بشكل كويس، بيكمل بشكل كويس الحقيقه. يعني انا بعتبره لو الشناوي وقفشه وعلي معلول الحقيقه يعني كانوا نجوم كبار طبعا. الفرقه بقيه الفرقه نجوم كلها نجوم كلهم فوق العاديه يعني هم كلهم نجوم بالزبط. بس دول اللي كانوا دول مميزين طبعا حاجه جداً. تميز كبير جدا الحقيقه. اللي عندنا يمكن كنت وانا قاعد الحقيقه بتكلموا او بتتناقشوا في حته مروان ولا بادجي بالظبط هو يدفع بمين في مباراه يوم الجمعه. هو في حاجه يعني مروان اولا من اللعيبه، هو الراجل بيختاره كمان لان هو من اللعيبه اللي بيعرف يشتغل مع اللعيبه، يعني يعرف يعمل محطه لعب ويعرف لو نزل في وسط الملعب يعرف يشتغل يعني محطه لعب بشكل كويس. بادجي انا بقول حاجه هاني ان هم ما عندهمش غير ان هم يجازفوا، يعني هم هيجازفوا طبيعي. طبعا طبيعي يعني ان انا النهارده مغلوب 2 وهاجي احسبها انا كوكوتش اقول طب ما انا مغلوب 2 يعني حتى لو اتغلبت 3 ايه اللي هيحصل لي يعني. هيبقى في مجازفه، المجازفه دي هتديك مساحات تشتغل فيها. يعني انت لو انت بتنزل في وسط ملعبك وبتستخلص الكوره وبتحطها في المساحات، لان هم عندهم الحته دي يمكن احنا قلنا قبل المباراه ما تتلعب هم عندهم السرد باكين في بطء جامد جدا، والباكين كمان يعني حتى الباكين برضو النواحي الدفاعيه بتاعتهم مش قويه. فبالتالي انت يعني يمكن بادجي وجوده انك انت لو لعبت الحاجات الطويله على بادجي اعتقد ان انت تقدر تضرب في المساحات دي وهو سريع ويقدر يوصل في في يعني انت في يعني تفضل مع وجود بادجي. انا بفضل بادجي عشان ديت عشان اسلوب اللعب يعني. عشان اسلوب لعبهم هو 100%. انت طبعا يا هاني عارف وانت مدير فني كبير عارف ان هو الراجل ده هيخسر ايه بالزبط. لما يجي القاهره وهو خسران 2 هيخسر ايه؟ لا انا لازم اعمل مجازفه يمكن تيجي معايا ممكن اجيب جول ممكن الحاجات دي كلها. فمعنى ان هو هيعمل مجازفه يبقى في مساحات هتتوجد اكتر ما هي موجوده وهم لامنين نفسيهم دفاعيا. خلي بالك لا ده في الوقت ده كمان ده يبقى في مساحات كبيره جدا نقدر ان احنا نشتغل الحقيقه كل الوقت ما بيمر 0-0 هم بالنسبه لهم كمان هيزودوا الحاله الهجوميه بشكل افضل. فحضرتك شايف ان وجود بادجي في المباراه ديت بديلا عن مروان هيساعد ان احنا ممكن نخرج بالكوره في مساحات يتخلق منها فرص للتهديف يعني بالظبط كده. حتى يبقى انت عندك اسلوبين لعب، اسلوب الاستحواذ اللي احنا مميزين فيه الفتره دي الحقيقه وبنشتغله بشكل كويس قوي، ويتوجد لك كمان بقى اسلوب ان انت تقوم لاعب الحاجات الطويله على بادجي وهو هيقدر ان هو بسرعته وبقوته يخترق الاثنين المساكين اللي هم بطاء جدا جدا جدا. طيب لما حضرتك دلوقتي بتقول انا افضل الدفع بادجي في المباراه اللي جايه معناها انك مش مع فكره انه يثبت التشكيل زي ما اغلب ضيوفنا كانوا بيتكلموا من امبارح للنهارده. اصل يعني هو ممكن يدفع بادجي ممكن يدفع بكهرباء ممكن يدفع بمين تاني صالح يعني
لا انا بتكلم بس على النقطه دي بس بتاعه بادجي انا بادجي. طبعا ان زي ما بقول لك احنا لازم نلعب على الفكر اللي هو ممكن يفكروا بيه او يلعبوا بيه. ده مهم جدا كمان. يعني انا النهارده انا مميز جدا في الاستحواذ بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت انا النهارده كمان لما بقطع الكوره وهم عاملين كثافه هجوميه علينا باكين والجناحين ووسط الملعب وكده، هيبقى في المساحه اللي هي موجوده بتاعه السرد باكين دي نقدر نشتغل بيها بادجي بالكرات الطويله اللي ممكن يعملها له السوليه، ممكن يعمل يعملها له قفشه، يعملها نشتغلها من تحت خالص من عند ايمن اشرف ما بيشتغلها الحقيقه. يعني يمكن برضك لو في اشاده كمان في المباراه دي يبقى لازم يبقى في اشاده بايمن اشرف كمان لان عمل مباراه كبيره جدا 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 الحقيقه. ظهر بشكل طبعا هايل، وكان بيعمل كمان الجزء حتى كابتن اللي احنا كنا يعني كان بعض الناس متخوفه شويه من الاندفاع الهجومي لعلي معلول مع بادجي في وقت ومن اوقات المباراه، بالرغم ان كان بادجي بيعملها كويس قوي انه بيثبت، لكن كمان ايمن كان بيميل في الحته دي بالزبط. بشكل كبير جدا بالزبط. على اساس لما حتى كان بادجي موجود اليو ديانج كان واجايه مع علي معلول كانوا في الحته اللي قدام، كان ايمن مايل في الجزء ده مطمن شويه علي معلول، مأمنك بشكل كويس قوي وعمل كميه استخلاص الحقيقه من غير فاولات. يعني يمكن عنده مثلا في ال 95 دقيقه فاول مثلا، لكن كل استخلاصه كان من غير فاول وعامل جيم كويس قوي. ده كان في الحاجات العاليه، في الحاجات اللي على الارض، مواقف واحد ضد واحد مزبوط. كان بيتعامل معاه كويس قوي. وكمان عنده ميزه الحقيقه وهو بيطور في نفسه فيها، ان هو بيبدا الكره من تحت بشكل كويس قوي دلوقتي، في واحده لمها كده ومشي بيها بالظبط. عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في نفسه انه يعمل حاجات كمان يعني كمان مش انت ما تتوقعهاش كمان. فبرضه انت متوقع الاداء ده؟ والله انا كنت متوقع الحقيقه، بس يعني ما كنتش متوقع اداء الوداد. يعني يعني انا ممكن اتوقع اداء النادي الاهلي ان هو هيعمل جيم كبير جدا، وهو حالته كويسه واخر ماتشاته عامل مباراه مثلا اخر مباراه كانت بيراميدز الحقيقه، رغم ان احنا لعبنا فتره كبيره جدا ناقصين لعيب وده عيب كبير جدا صحيح بدون السوليه طبعا ولعيب مهم جدا. لكن الحته اللي لازم نتكلم عليها كمان يا هاني الحقيقه التغييره اللي الراجل فكر فيها، موسيماني فكر فيها، لان هو لما هو كان لسه منزل بادج على فكره. انا كمدير فني بره لما نزل لعيب واخرجه تاني ممكن حد ينتقدني يقول لك طب انت نزلته ليه وطلعته ليه وبتاع، لكن هو اول ما السوليه اتطرد فهو حسبها ايه؟ ان انا لو خليت بادج في الملعب يبقى انا مش ناقص السوليه بس، لا هبقى ناقص اثنين لعيبه، لان بادج مش هيساعد في النواحي الدفاعيه، مش هينزل في وسط الملعب. هو حسبها كده، راح ملاعب خرج بادجي وراح ملاعب اجاييه فوق، وفي نفس الوقت اجاييه هيعمل له محطه لعب وهيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت، ولما نفقد الكره بينزل يساعد في وسط الملعب وبيقدر يشتغل في وسط الملعب. عشان كده احنا ما تاثرناش خالص بطرد السوليه، يعني فعلا اتحولت 4-4-1 بالظبط. 4-4-1 يعني ده فكر كمان بصراحه، يعني انا بحسبه لمستر موسيماني الحقيقه حاجه جميله جدا وفكر عالي جدا، وفكر اللي هو ايه ما يقولكش مثلا يحسبها مثلا، ممكن مدير فني يحسبها يعني يقول لك ايه طب انا لو انا غيرت الراجل ده طب اقول لي طب انت نزلته ليه وطلعته ليه، لا ده هو حسبها مصلحه الفريق ايه، مصلحه التيم ايه في الوقت ده. نفس الحسبه اعتقد برضه بتغييره ديانج بين الشوطين طبعا، هو حسبها بقى عشان يلعب المباراه الثانيه، لان يعني الانذار وهو عصبي، يعني مش الانذار وهو هادي، لا ده هو خد انذار وديانج اصلا كمان طريقه ادائه قويه جدا، هو حتى لو هتقول له العب بالراحه مش هيعرف لا فهو حسبها ان هو عشان يحتفظ بيه في المباراه الثانيه، قال لك ان انا يغيره يعني. فطبعا الحقيقه هو احنا يمكن قلنا قبل المباراه الكوتش اللي هيعرف يدير ال 90 دقيقه هو ده اللي هيبتدي يواصل الحقيقه لغايه المباراه النهائيه. اعتقد ان موسيماني الحقيقه سهام ادار ال 90 دقيقه بشكل يعني بشكل هايل الحقيقه، بشكل رائع. كان تعليق حضرتك على كابتن حسين الشحات ازاي؟ حسين الشحات يعني انا بقول ان هو قبل المباراه انا قلت ان لسه حسين الشحات ما دخلش فورمته، لسه حسين الشحات الفتره الكبيره جدا اللي غابها اعتقد ده مش في فورمه حسين الشحات. يعني يمكن هتلاقيه مثلا المباراه اللي جايه هيبقى احسن، كل ما هيلعب هيبقى افضل يعني، لكن هو لا لسه مش ده حسين الشحات اللي احنا المفروض ان هو ورقه يعني قويه جدا 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 في خط هجوم النادي الاهلي.
زي فكره الدوري كده، كل ما يلعبوا ماتشات كل ما المستوى بيرتفع. خلينا نتكلم عشان برضه هيناقش حضرتك فنيا في موضوع حسين، وممكن ازاي ممكن يبقى وليد سليمان ورقه في ايدينا او نبدا بيه، لكن نتكلم على موسيماني وشخصيه موسيماني في فتره قليله جدا مع النادي الاهلي. نشوف تقرير عن طبعا موسيماني وجوده في النادي الاهلي، ونرجع نكمل حديثنا مع الكابتن رمضان السيد. بالتاكيد موسيماني في اختبار صعب، لكن النهاردة من لحظة حتى وصوله، من قبل ما يوصل وإحنا حاسين بالروح وبقد إيه هو يعني شخصية متحملة المسؤولية، وتعرف جيدا يعني معنى أو قيمة النادي الأهلي. كابتن رمضان، أكيد هو قبل ما يجي الحقيقة، ويمكن هو كمان أعتقد من موسمين ثلاثة، هو الراجل أمنياته أنه هو يدرب النادي الأهلي. يعني أمنية كبيرة جدا بالنسبة له، عشان كده هو حافظ لعيبة النادي الأهلي وحافظ يوظفهم ازاي. ما خدش وقت، يعني احنا يمكن لو كنا دخلنا يا هاني في مدير فني اوروبي، اعتقد ان كان ممكن كمان يقولها بصراحه، يقول لك انتوا ادونه فرصه ماليش دعوه بالبطوله. صح طبعا. يقول لك انا ماليش دعوه بالبطوله، ادونه فرصه. انا جاي بقى في وقت حرج، ادونه فرصه لغايه ما اعرف لعيبتي واعرف اوظفها ازاي. الراجل ده جاي حافظ كل لعيب عنده ايه وبيلعب فين، وكان هو كمان الفتره اللي فاتت دي بيلعب في حته مش مكانه، يعني الراجل كان ملم بكل حاجه، عشان كده ما خدش وقت. يعني ده عارف فرقت، وعارف كمان الخصم اللي هتلعبه ده وفي نفس الوقت عارف الثلاث منافسين اللي معانا، يعني عارف الرجاء وعارف الوداد وعارف الزمالك طبعا. فلا هو يعني اختيار موفق جدا 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 الحقيقه. بينما نحن نتحدث عن المباراه القادمه بين الاهلي والوداد، في ناس النهارده بتفكر احنا هنقابل الرجاء ولا الزمالك. دي وده خطر، ده خطر جدا جدا جدا، ولازم نأكد عليه الحقيقة كلنا، ان احنا لازم نفكر في التسعين دقيقة ولا الخمسة وتسعين دقيقة بتوع الوداد بوقتهم الضايع، لغاية ما الحكم بيصفر احنا كده خلاص يبقى وصلنا نهائي. لكن قبل ما الحكم يصفر احنا لسه ما نفكرش ولا في الزمالك ولا نفكر في الرجاء، لا نفكر الأول نخلص المباراة دي، نخلصها ازاي ونخلص نتيجتها ازاي في صالحنا ان شاء الله باذن الله. لكن ان يبقى بقى الكلام ده مثلا وصل للعيبه هاني، وان احنا وصلنا والناس كلها عماله تقول كده، والناس لا، احنا ممكن نتحط في مشكله كبيره جدا، فاحنا لازم نتخلص من الحته دي. احنا عندنا مباراه الوداد لازم نفكر فيها، وهو اكيد الراجل طبعا يعني هو الراجل كمان اشتغل عليها، وقدامهم امثله كتيره طبعا، في رومونتادا بتحصل كتير جدا على مستوى العالم، ليفربول وبرشلونه واتكلم على كمان على على المستوى المحلي حدثت مع نادي الزمالك، ان هو كان برضو كسبان، وكان كسبان اربعه ورجع القاهره كان النتيجه 3-0 لغايه اخر دقيقه. بالظبط، كره القدم ما فيهاش مستحيل يعني ده العوده اللي حصلت كمان من برشلونه مع باريس سان جيرمان لما كسبوهم 6-1. لا يا جماعه، الكره مجنونه على فكره، الكره مش يعني لازم نحترمها، ولازم نحترم المنافس، لازم نحترم المنافس اللي احنا هنلعبه، وما نفكرش في المباراه اللي بعد كده، لا احنا ازاي هنتخطى الوداد، وبعدين بعد كده هنفكر في المباراه النهائيه في طريقنا واحده واحده. بالظبط، ده اكيد من خلال رؤيتك برضو يا كابتن، و شفت المباراه بشكل فني اكتر من رائع، لكن خلينا نتكلم على الجانب الاخر، ايه اللي ممكن او تخاف ان الوداد يبدا يحضروا بشكل كبير جدا؟ لو في حضرتك مدرب الوداد جاموندي، ممكن تقول ايه للعيبه وممكن تحضرهم ازاي لمباراه بالنسبه لهم، وانت عارف الكلام ده كمدير فني كبير، انك سهل جدا انك مباراه مش خسران فيها حاجه، بتبقى دي افضل مرحله انك تحضر فيها فريق بشكل تحفيزي اكتر منه كمان فني. يعني هو اولا يعني الاخطاء اللي اتوجدت في التشكيل للنقص العدد اللي موجود لما لاعب وسط الملعب مدافع سردباك وسط الملعب مدافع ده لعبه سردباك، طبعا ده خطا كبير جدا جدا، وده طبعا ساهم بشكل كبير جدا ان احنا كمان نبدا بدايه قويه جدا، اللي هو الهدف اللي هو في الدقيقه 4 بالضغط اللي عليه، لان هو يعني حتى ايه انت عارف يا هاني، المشكله الاحساس بالمكان مش موجود عند الولد، يعني حتى وهو بيستلم الكوره ما عندوش الاحساس بالمكان، هو كانه بيستلم الكوره في وسط الملعب، عشان كده لما الكوره طولت هو اتبرجل. فطبعا اكيد هو هيعمل تغيير ان هو يقفل الحته يعني دي. هيشتغل برضه، هيشغل الحته فنيه انه
هيبدا طبعا هو هيظبط خط الدفاع بشكل افضل زي ما عمل الشوط الثاني على فكره، نزل سيرد باك اللي كان بيلعب اساسي لاعب في مكانه الاساسي والدنيا ظبطت شويه. كان متشكك ان هو يلعبه، قال لك ان هو في اصابه والحاجات دي كلها، لكن هو خلاص اعلن ان هو هيلعب خلاص وسليم. فهم هيعتمدوا على الجناحين بتوعهم، واعتقد ان الكرات اللي هتتلعب ليهم اعتقد ان هم انا شفت لهم على فكره مباريات غير ماتش الاهلي، ده الاثنين دول عندهم سرعه كبيره جدا. سرعه يا سهام يعني سرعه خارقه يعني دولت. احنا كمان عشان كده حضرتك قلت انا ما كنتش متوقع اداء الوداد بالظبط. بالظبط يعني لا هم كانوا بعاد خالص عن مستواهم الحقيقه. فبرضه هو الراجل دوت هيقابل تلتين، هو طبعا يمكن جاله فترات كان بيقابل وسط ملعب كمان على اساس ان هو خلاص عاوز يامن النتيجه وما تزيدش النتيجه وحاجات كده. هو هنا مش خسران حاجه بقى، هنا ممكن يقابلك من فوق يعني يعمل ضغط عالي يعمل ضغط عالي طبعا وارد ويستغل السرعات بتاع الجناحين بتوعهم اللي هم المميزين جدا زي كان حداد او بديع. طيب احنا هنطلع لفاصل فاصل قصير جدا، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم مع الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد. مع حضراتكم والكابتن الكبير كابتن رمضان السيد، عايزين نتكلم شويه على قفشه. واحنا بنشتغل على قفشه بنقول ان قفشه ما شاء الله في اعلى مستوياته وانه بيقدم مردود اكتر من رائع خاصه مباراه الوداد. بس انا هسالك سؤال بقى بره الصندوق شويه، مش عايزين نرجع ونقول زي ما عدينا على عبد الله السعيد ان قعد فترات طويله وما حضرناش رغم لسه قفشه برضو لسه سنه صغير، لكن البيك اب بتاع قفشه بالظبط رقم 10 حضرتك شايف ان ممكن صالح جمعه مع موسيماني والموقف اللي مر بيه وبعض التدريبات المباشره واشركه شويه في بعض المباريات يكون هو مش هقول لك البديل بتاع قفشه لكن بيك اب موجود، يبقى عندك اثنين كويسين في مركز واحد. طبعا بص هقول لك حاجه، يعني صالح جمعه لو ما استغلش الفرصه ان جاله مدرب يعني عارف امكانياته وعارف ان هو يقدر يستفيد منه ازاي وداس على نفسه، يعني انا لسه بنتكلم على الناس اللي بتشتغل على نفسي. هو صالح جمعه ده ليه ما بيشتغلش على نفسه كمان؟ يعني ده انا النهارده اليوم 24 ساعه، هو انا هروح وحده التدريب اللي هي ساعتين او ثلاثه وبعد كده انا خلاص؟ لا ده انا ده صالح جمعه الفتره اللي جايه دي لازم يشتغل ثلاث فترات، لازم يشتغل فترتين ويشتغل قوه ويشتغل التحمل ويشتغل سرعات زياده عشان يقدر يرجع يثبت كمان المدير الفني. لأن هو لو ما استغلش يا سهام الفرصه اللي مديها له الراجل وعاوز يديله ثقه، اي مدير فني ثاني هيجي خلاص يثبت لموسيمان انه قد الفرصه دي بالظبط، لانه تم استبعاده لفتره طويله في عهد فايلر. ده هو كمان يعني مش يثبت له بس وكده، لا ده هو لازم يبقى حاجه ثانيه خالص ويشكر موسيمان الحقيقه، لان هو في تقرير فايلر ان الراجل ده مش موجود. يعني الراجل ده مش موجود، فهو صالح لازم يستغل دي بشكل كبير جدا 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 الحقيقه. يعني انا يعني في نماذج الحقيقه يعني زي مثلا حسام حسن. حسام حسن كان التمرين بيخلص وهو يقوم جايب اي حد من الاولاد اللي بيعرفوا يرفعوا الكوره ويشتغل بتاع 30 دقيقه على الجول. يرفع له الكوره من اليمين ومش عارف من الشمال ومش عارف يشتغل حاجات من الوسط ويلعب بطن رجليه حاجات على الارض. واحد بيتعب بيشتغل على نفسه عشان كده بقى حسام حسن. فبالتالي اللي هيروح يشتغل يكون بعيد ويروح يشتغل وحده تدريب اللي هي ساعتين ولا ساعه ونص ويمشي يروح ولا يعمل حاجه. طب هنرجع يا كابتن للنقطه ديت ونخرج بره ماتش الاهلي والوداد شويه ونتكلم على الجزئيه دي لانها جزئيه مهمه بالنسبه لملفات المعارين. مش شايف ان ناصر ماهر ممكن يكون بلغه الكره كده استوى؟ لان ناصر يمكن من سنتين غير دلوقتي مقدم مستويات رائعه، ممكن هو اللي يكون مش هقول لك بديل لصالح، لكن هو دايما المدرب يجيب شوكه في ظهر العيب بالظبط، يبقى هو دوت اللي يقرص شويه ويكون كمان هو مكسب هيكون مكسب ليه نفسه كمان وللنادي الاهلي. ايه رايك؟ خلي بالك هقول لك حاجه، يعني عوده ناصر ماهر انا في رايي هتكون سبب رئيسي ان صالح جمعه يعود يرجع بقوه، لان هو هيحس بقى بخطوره كبيره جدا جدا. ده انا جاي لي ولد صغير ولعيب كوره كويس قوي، وبعدين وهو موجود في النادي الاهلي هو لا يقدر يستمر في النادي الاهلي، لا ده كمان النادي الاهلي اداله فرصه انه يعمل احتكاك مزبوط. ياخد عدد مباريات كتير ويبقى فيه استمراريه في اللعب،
وفي نفس الوقت هو مستواه ما شاء الله. يعني هو دلوقتي عنصر رئيسي في 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 كل فوز سموحة الحقيقة، وعنده كل حاجة، عنده التسديد، وعنده انه بيعرف يلعب الفرقة، وعنده انه بيعرف يصنع لعب، وعنده مجهود كمان، والنواحي الدفاعية بيعملها، يعني عنده كل حاجة ان هو يرجع نادي الاهلي ويبقى منتج جدا. وصالح في المقابل مستني لاعب انه يشكل له خطر يا كابتن رمضان. احنا بص هقول لك حاجه سامة. احنا جرب يعني بيني وبينك يعني النادي الاهلي جرب كل حاجه ممكن تتعمل مع صالح، واي حاجه تيجي في دماغ اي حد اتجربت. دي لازم يرجع ناصر ماهر الحقيقه، ودي هتحركه. ورجوع ناصر ماهر كمان يعني لو في طبعا ملف المعارين ده اعتقد مؤجل شويه، لان احنا داخلين على بطوله افريقيه وكل تركيز موسيماني على المباراه النهائيه. لكن انا وجهه نظر الشخصيه كمان انك مش هتدي كمان قفشه، انك انت البلاي ميكر الوحيد في النادي الاهلي، وبالتالي طبعا لازم يحافظ على مستواه. كل ما يكون في كومبيتيشن اتنين لعيبه في مركز واحد على مستوى بيرفع عالي مستوى. بيرفع المستوى طبعا بشكل كبير يعني. ويعني ملف برضو المعارين ده حضرتك شايف مين كمان من اللعيبه اللي شايفها بره النادي الاهلي ان ممكن تخش خلال طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله، لكن أنا تضيف أنا للنادي الاهلي؟ انا في رايي هاني اللعيب الثاني اللي لازم يبقى فيه تفكير فيه، بس طبعا انا بقترح انا يعني مش محمد شريف. طب لعيب هايل، مهاجم هايل. اقول لك حاجه، احنا مثلا بنتكلم على بادجي عنده سرعه وقوه ومش عارف ايه وكرات عاليه، بنتكلم مثلا على مروان مش عارف عنده ايه وعنده ايه. الولد ده عنده كل حاجه يعني، مهاري بشكل يعني بيعمل الحاجات الصغيره دي بشكل مميز جدا جدا، بيعرف يجيب جول بشكل مميز جدا، بيعرف يتحرك في ال 18 كرات عرضيه بشكل كويس قوي، بيعرف يعمل موقف واحد ضد واحد اللي ده مش موجود عند لعيبه كتير في مصر، لانه كمان كان ساعات بيلعب طرف يمين وشمال بالزبط. فعنده الموقف ده عدى عليه كتير بالظبط. فانا في رايي ان ده لازم يبقى فيه تفكير كبير جدا ان يرجع عموما. ده ملف كبير. واحنا يمكن شغلنا الشغل دلوقتي ان احنا يعني نحقق حلم البطوله الافريقيه، عشان كده بنسال السؤال كيف يستعد الاهلي للشوط الثاني. عايزين نعيش الناس شويه في اوضه اللبس وتقول لنا في المباريات الكبيره دي لما يعني خلاص بتكونوا قربتوا عليها بيفصلكوا عنها ساعات قليله، اللاعب الكبار اللي زي حضراتكم بيتعاملوا ازاي؟ يعني بيوجهوا الفريق ازاي؟ بتتعاملوا ازاي جوه؟ يعني بص انا هقول لك حاجه يا سام، الحقيقه طول عمر النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي في كل الاجيال الحقيقه تلاقيهم قبل المباريات المهمه يعني بيبقوا هم مثلا مساعدين للجهاز الفني او مساعدين للمدير الفني، تلاقيهم بيتكلموا في كل كلامهم بيبقى كلام في الماتش في المباراه اللي هيلعبوها، احنا الفرقه دي عندها ثغره فين وهنشتغل ازاي ونعمل ايه ويحفزوا بعض لا يعني ما يبقاش في اي كلام غير في المباراه يعني على طول. يعني احنا انا قلت لك قبل كده ان احنا جينا كنا الكابتن محمود الخطيب كنا بنعمل معسكرات لنفسينا معسكرات يعني ما كانش فيه معسكرات، كنا نعمل مثلا 3 4 ايام ولا 3 ايام قبل المباراه ونقعد نتكلم في الفرقه اللي احنا هنلاعبها منكم كلاعيبه كده كده لوحدينا ولا حد قال لنا حاجه ولا بتاع. فهو هي دي بقت موجوده، حتى بيجي دايما يقول لك مثلا ايه في النادي الاهلي مع في اللعيبه السته الكبار مثلا او الخمسه صحيح. الكبار بتلاقيهم دول هم اللي بيديروا غرفه الملابس وهم اللي يعني يحفزوا اللعيبه الصغيره ويتكلموا مع اللعيبه الصغيره والاهتمام فدي موجوده الحقيقه سهام على طول في النادي الاهلي. طيب عايزين برضو نتكلم كابتن وذكرياتك، نتكلم على الساعات القليله اللي هي انت بتروح اكيد الملعب قبل المباراه بساعتين ونص تقريبا بالظبط. كل يعني كل كان مدرب وحضرتك عاشرت مدربين كبار، الجو بتاع اوضه اللبس قبل المباريات الكبيره بتختلف من مدرب لمدرب، كنت بتعيشوها ازاي؟ يا ترى الهدوء الخالص مفيش صوت، ولا بيبقى فيه تعليمات كتيره، ولا بيبقى فيه دوشه؟ يعني الاجواء دي كلها احكي لنا حضرتك كنت بتقضوها ازاي في الاوقات المهمه اوقات الماتشات الكبيره يعني. عارف يا انا في موقف يعني مضحك كمان يعني. كنا رايحين مباراه الزمالك وفي الاتوبيس وكان معانا محمد عباس. ده امتى يا كابتن رمضان؟ ده كان سنه مثلا ايه تقريبا 81 حاجه كده او 80. فطبعا كان معانا الكابتن حسن حمدي مدير الكوره، فانت لو رميت الابره
تسمع صوتها، هتسمع صوتها في الاتوبيس. بص مفيش حد بيتنفس حتى، يعني النفس حتى محدش بيسمعه. وراح احمد عباس ده مش عارف حد قال له حاجه، وراح ضحك ضحكه كبيره جدا جدا، الاتوبيس ده اتقلب. والله يعني لا، اللعيبه بتبقى مركزه، يعني ما حدش بيكلم التاني خلاص. يعني انت خدت خدت المحاضره، كل واحد بقى مركز في نفسه، وكل واحد مركز دوره ودور الزميل اللي قدامه وزميله اللي وراه وبتاع وكده، ما حدش بيفكر في اي حاجه خالص. تتخيلوا شكل المباراه حتى يعني بنقعد نكلم بعض، ودايما بنقول كمان على الايجابيات والسلبيات، يعني الفرقه الثانيه دي فيها ايه، ونقفل عليه ازاي، ونشتغل عليه ازاي. في كان عادات يا كابتن دايما لكل لعيب قبل المباراه بيعملها، وما عملهاش بتبقى بالنسبه له مشكله، ايه العادات اللي حضرتك كنت يعني كنت بتحرص انها تعملها قبل المباريات المهمه؟ كل واحد، انا هقول لك انا كنت بعمل ايه، بس اسمع من حضرتك يعني ايه تحرص ان دايما قبل الماتش المهم لازم اعمل 1 2 3. بص يعني انا يمكن هقول لك ان مش قبل الماتش بساعتين، انا مثلا ايه كنت احب اتفرج على الفرقه الثانيه، المباراه للفرقه الثانيه لوحدي من غير بقى من غير محاضره ولا من غير محاضره ولا من غير اي حاجه خالص، وانا بلعب مثلا ناحيه اليمين او بلعب ناحيه الشمال، بشوف انا ممكن اخترق منين، بشوف انا هقفل على الراجل ده منين، بشوف انا هساعد في المساحه دي ازاي. يعني كان كل تفكيري ان ما اروحش مباراه مبهمه كده، ان انا رايح كده مش عارف حاجه، لازم تدرسها كويس. لا لازم طبعا كان ايام الشرايط بقى والحاجات دي، شرايط الفيديو. فكنت اجيب المباراه واتابعها بالشكل دوت. قبل المباراه الحقيقه كان ما كانش فيه اي حاجه خالص غير التركيز، يعني ابقى مركز بشكل كبير جدا جدا، ما حتى يمكن ما بفكرش في، يعني ما بخرجش بره اوضه اللبس. يعني تفكيري ما بخرجش بره اوضه اللبس، ولما انزل الملعب خلاص انا ما بخرجش بره بقى المستطيل ده في تفكيري وفي تركيزي. والحاجات دي مهمه جدا، يعني الحاجات دي مهمه جدا. طبعا يا كابتن. كنت بتعمل ايه؟ انا بالوضع انا كنت بتكلم في حاجات معينه، كان لازم انا على سبيل المثال يعني ربطه البنداج ديت انا كنت بربطها بنفسي. يعني حتى الدكتور يقول لي انا متعود، الكلام ده حصل يعني معايا من فترات طويله فمتعود، فالدكتور يقول لي لا انا هربطها لك، اقول له طب عايز تربط سيبني انا اربط الرباط الاول لنفسي وبعدين انت اربط لي. يعني بحس بحاجات معينه. يعني تطبيقه التيشيرت نفسه، لو طبقت التيشيرت انا اللي اخش اطبق واحطها. كان في عادات كده. واخد لحضرتك مر عليك مدربين اجانب، بتكلم على الاجواء ليه؟ لان في بعض المدربين الاجواء الهاديه دي ما تعجبهمش. يعني ما تعجبش المدرب، يعني يحس ان الاجواء الهاديه ديت في تنشن زياده وفي تنشن زياده، فده تاثر فيبدا يقول لفلان مثلا شغل لنا مزيكا معينه، يشغل جزء. صح. في مدرب انا عدى عليا مدربين كده. انا من مدرسه الكابتن جوهري، ان انا متعود يبقى قافل على نفسي ومركز. فمره كنت في المانيا، كان اوتو رهاجل، فدخل اوضه اللبس هناك مختلفه شويه. يعني تلاقي كل واحد بالحاجه اللي بيركز بيها، حد ماسك سماعات، حد بيلعبوا جيمز، ممكن جدا يلعبوا جيمز قبل المباراه. فلقاني فقال لي انت متنشن يعني خايف؟ قلت له لا بس انا متعود. قال لي لا لا لا. راح نادى واحد كان مايكل بالك، مش عارف بالك، من هو من النوع اللي بيحب المزيكا، قال له ادي المزيكا بتاعتك شويه للكابتن هاني او لهاني عشان برضو يفك شويه. فدي الاجواء المختلفه. طبعا. حضرتك ما مرتش باجواء زي ديت من خلال المدربين يعني عصر النادي الاهلي، ولا كان دايما الهدوء والتركيز هو شعار اوضه اللبس؟ هو انت عارف يا هاني، يعني مثلا احنا انت اتعاملت مع كابتن جوهري. كابتن جوهري الله يرحمه طبعا، يعني المدرب العظيم. يعني الكابتن جوهري ما كانش يحبك يعني تعمل اي حاجه خالص، غير ان انت ولو هقول لك حاجه، ولو لك بتعمل اي حاجه يقول لك انت مش مركز، او ممكن ما تلعبش الماتش، او ممكن ما تلعبش. يعني يعني يقول لك انت رمضان مش مركز كده. والمدربين الاجانب حتى اللي جم، كل المدربين كان بييجوا يلاقوا الاوضه كده، يعني خلاص ده خلاص طبعا. قال لك انتوا البطولات اللي انتوا عملتوها دي كلها باللي انتوا بتعملوه دوت بتركيزكوا، خليكوا كده. ما حدش جه يعني اخترع علينا موسيقى ولا بتاع ولا مش عارف، لان هو شاف ان هو جاي نادي وعارف وقاري ان النادي ده واخد بطولات مثلا قد كده، فكل البطولات دي جت بالاسلوب اللي احنا بنشتغل بيه ده. هو محافظ خلاص، هو محافظ لك على نفس الاسلوب. اقامه المباراه على استاد القاهره
مع يعني على الرغم من ان هي بدون جمهور، بس هل حضرتك شايف ان ممكن يكون ليها تاثير عن اقامتها في ملعب زي برج العرب؟ اي استاد القاهره بيختلف عن اي ملعب في مصر مهما كانت الارضيه بتاعه الملاعب اللي بره، ممكن تبقى ارضيه عظيمه وارضيه جامده جدا وحاجه عالميه وحاجه. استاد القاهره لعيبه النادي الاهلي ولعيبه مصر منتخب مصر بيحسوا ان هم داخلين بيتهم، بيحسوا ان هم يعني اقول لك حاجه، مفيش فرقه في افريقيا بتيجي استاد القاهره كان في الفتره اللي احنا كنا بنشتغل فيها يا دوبك 20 دقيقه من الجمهور والملعب ومش عارف ايه وبتاع. انت بتحس بده يا كابتن اثناء كمان ده هم نازلين يسخنوا؟ طبعا طبعا، يعني هم يعني ده انت رعب، استاد القاهره رعب للمنافس، رعب للمنافس رعب. يعني في ناس كانت بتيجي رجليها تخبط في بعض وتلاقيهم مثلا اول ثلث ساعه مش شايفين، نكون احنا جبنا لنا جولين جبنا لنا مش عارف يا ايه. يا رب يحصل. طبعا ان شاء الله ان شاء الله والله كان كده فعلا. استاد القاهره بيختلف عن اي استاد موجود في مصر. طبيعي طبيعي ويديك اطمئنينه وان ده ملعبك يعني لا، واحنا كمان كنا حافظين كل شبر فيه يعني. وغياب الجماهير طبعا هيأثر بشكل مع جمهور. يعني ده كان يعني بتتكلم فيه حضرتك ده كان مع وجود الجمهور 70-80 ألف والأجواء ديت بتفرق كتير جدا. لكن زي ما انت قلت يعني كمان لعيبه النادي الاهلي استاد القاهره بالنسبه لها ان انا بلعب المباراه في استاد القاهره بالزبط. ده بالظبط معنويا كمان بيزود رغم غياب الجماهير، لكن واخدين على الملعب واخدين على الارض على الملعب والملعب حتى بيديلهم قوه مظبوط. يعني حتى هم اي لعيب حتى ما فيش جمهور لكن هو اللعيب وهو بينزل الملعب يتمرن من يلعب من غير الجمهور بيحس ان وقت ما كان في جمهور كان بيحصل ايه. دي بتديله قوه كبيره جدا الحقيقه. صحيح. وعلى المردود الثاني فرقه الوداد كمان لما تقول لك هنلعب على استاد القاهره برضو زي ما احنا بنروح مثلا يعني محمد الخامس رادس مثلا بتبقى اسم الاستاد ممكن يبقى ليه مردود. في فرق افريقيه وكان بنسميه استاد القاهره مقبره للفرق المنافسه مقبره المنافس المنافس فلا استاد القاهره طبعا ان شاء الله باذن الله نعمل جيم كبير جدا 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 ان شاء الله باذن الله. انا كنت لسه هسال حضرتك يعني اخيرا توقعاتك للسيناريو المباراه هيبقى ازاي، لان كلنا يعني كلنا بنتمنى فوز النادي الاهلي اكيد وبنتمنى ان المباراه تخرج بسلام وان شاء الله بدون اصابات وبدون كمان كروت صفراء وحمراء ده أكيد. كمان مهم جدا اكيد. انت حضرتك شايف او تتوقع سيناريو المباراه هيمشي ازاي؟ يعني انا متوقع هاني ان النادي الاهلي هيستغل الحقيقه المباراه الاولانيه والثقه للعيبه عليها الحقيقه وهيلعب ضاغط ضاغط طبعا هيلعب ضاغط على اساس ان هو كمان هو هيقول لك ان هيحسبها ان مثلا في نص ساعه ولا حاجه لو جبت جول يبقى خلاص الماتش خلص خالص. والوداد طبعا 100% هيجازف يعني عشان كده احنا مش عاوزين ندي مساحات لمهاجمين الوداد الجناحين براس الحربه مش عاوزين نديلهم مساحات يعني حتى واحنا بنهاجم واحنا ضاغطين وبنجيب جول لازم ما يبقاش في عندنا مساحات تحت ودي نقطه مهمه جدا يعني شوف اقول لك ممكن يركزوا عليها بما انهم مش باكين على حاجه زي ما حضرتك طبعًا تفضلت طبعًا طبعا هو هو هو, هو بص اقول لك حاجه المدير الفني اللي موجود يعني هو عامل حسابه ان هو هيمشي بعد المباراه لان جاموندي المدير الفني الارجنتيني هو كان كمان ده رابع مدرب في السنه دي ده كان اعتقد ده كمان نقطه تاثير في الحاله الفنيه لفريق الوداد بالظبط رابع مدرب السنه دي بس يعني بالظبط فهو هيحسبها يقول لك انا لا انا جازف واعمل جيم هجومي ويمكن تيجي معايا لو ما جاتش معايا انا كده كده ماشي ده الاصعب في المباراه انك بتقابل حد يعني زي ما بيقول كده بايع يعني فده ان شاء الله باذن الله اولادنا يكونوا على اتم الاستعداد طبعًا. وان شاء الله زي ما قلنا هم بقى لهم يومين راحه وده شيء مهم جدا انه طبعًا. ساعات انك تخرج 48 ساعه بعيد عن التدريب وبعيد عن اجواء طبعًا. الشد العصبي بترجع فريش تاني فريش تاني ويبقى حاجه ايجابيه انك تخش تاني ومستعد بشكل افضل للمباراه يعني بالظبط ان شاء الله ربنا يوفقنا ونستضيفك يا كابتن تكون موجود معانا ان شاء الله إن دايما الله. بقول للضيوف ان انا اكون هنا موجود في وسط الترابيزه الحلوه دي يكون موجود كاس افريقيا باذن الله نحتفل بيه لكن لسه قدامنا
شوط ولسه بعد الشوط ده كمان في مباراه نهائيه ربنا وفقنا فيها. ان شاء الله كابتن رمضان بنشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك هاني ربنا يخليك هاني بتاعتنا ودايما تكون اضافه لينا ونستفيد من حضرتك. شكرا يا هاني شرفتنا كابتن رمضان. ربنا يخليك فعلا يعني استفدنا من خبرتك وممارستك للكره. ربنا يخليك ربنا يخليك. شكرا جزيلا ليك. شكرا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. دي كانت حلقه يوم الاثنين. بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء من 10 لـ1 في البيت الكبير.